فإنه. باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه. الثوم تلكم الشجرة التي تدخل في الأطعمة، وهذه الشجرة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فقال سبحانه الله الفقيه، نعم، قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. يقال ثوم ويقال فوم. وهذه الشجرة مباحة، أكلها مباح، لكن رائحتها كريهة، وعمر بن الخطاب أمر بإماتتها طبخا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا وليصلي في بيته بسبب الرائحة، فرائحتها كريهة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيحرم على من أكل ثوما أو بصلا أن يدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن أكل الثوم والبصل والكراث والبقوليات، وقال: إني أناجي من لا تناجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل، والملائكة يحبون الروائح الطيبة، والشياطين على العكس من ذلك، يحبون الروائح الكريهة، ويدخلون الكنف والمزابل. قال: باب إباحة أكل الثوم. إذن أكل الثوم مباح. ما هو المباح؟ ما هو تعريفه جبري؟ نعم، لا لا، يعني بمعنى المباح تركه أو المكروه، ذاك المكروه، يعني لا يثاب ولا يعاقب، هكذا لا يثاب ولا يعاقب. ممكن أن نقول هكذا هو الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته، ممكن أن يقال هكذا. بسام، يعني ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته، فلا يثاب فاعله ولا يعاقب. المباح المعلن، المعلن.
يعني لذاته، بمعنى لو أنه نوى النية الطيبة إن شاء الله يثاب. طيب، إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، كالعلماء والملوك والرؤساء، فيكون منظفا لفمه. الذين يأكلون هذه القاذورات، يأكلون أشياء قاذورات ضررها يقيني بإجماع الأطباء والعلماء، هذه مباحات لا ضرر فيها، بل فيها دواء، هكذا الثوم يدخل في الأدوية، لكن بسبب الرائحة، فكيف بما جمع بين الضرر والرائحة الكريهة؟ سبحان الله. الدين دين النظافة، ولهذا أمرنا بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، ننظف الفم، وهكذا أمرنا بالمضمضة والاستنشاق تنظيفا للفم، فهو مجرى الطعام والشراب، الطعام والشراب يدخل منه، وهو أيضا مجرى القرآن والذكر والدعاء، فليكن المكان نظيفا. فإذا كان متسخا تراه يأكل شمه ويتبردق ويأكل القات، ما نعم القات، وشرب الدخان، طيب كيف سيكون حال أسنانه؟ دمار، هذا دمار شامل لأسنانه وأضراسه، وهي أمانة عنده، واجب عليه أن يحافظ عليها. الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وجعل في الأعضاء الديات، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. طيب، هنا في تعريف المباح قال العمريطي: وليس في المباح من ثواب، وليس في المباح من ثواب، نعم، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا، بل ولا عقاب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، يعني ليس فيه أمر ولا نهي في حد ذاته، وأما على كلام المؤلف أو على تعريف المؤلف فإنه ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب، يعني ما خلا من الثواب والعقاب، إن فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، لأنه مباح حلال. وهذا التعريف باعتبار ذات المباح، لكن باعتبار ما يكون وسيلة له، فقد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما، فالمباح في حد ذاته ليس فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن قد يكون وسيلة لمأمور، فيكون مأمورا به على وجه الندب أو الوجوب، وقد يكون وسيلة لمنهي عنه، فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهة أو التحريم. وساق كلاما، نعم، الشيخ ابن عثيمين يرتضي أنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.
طيب هنا وكذا ما في معناه؟ ما هو الذي في معنى الثوم والبصل والكراث؟ الذي في معناه ما له رائحة كريهة تؤذي الحضور، مثل ماذا؟ كنتن الإبط، عنده نتن يعني شديد. وبعضهم يفرط في تعاهد نفسه فلا ينتف إبطا ولا يحلق عانة ولا يقلم ظفرا. طيب هذه أمور الفطرة، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار والختان. ولا يجوز لمسلم ولا لمسلمة، ولا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يترك هذه الأشياء فوق 40 يوما. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم في لفظ وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظفار 40 يوما، وقت لنا 40 يوما، في لفظ وقت لنا 40 يوما. فهذه أمور أمر الشارع بإزالتها لأنها تسبب الرائحة الكثيرة الكريهة المتراكمة، وأيضا يعني فيها أذى للآخرين. لهذا في يوم الجمعة أمرنا بالطيب. فيقول: لمن أراد خطاب الكبار تركه وكذا ما في معناه كما سمعنا، يدخل في ذلك أو يدخل في معناه شرب الدخان، هذه التي تسمى بالسجارة، هذه الخبيثة في رائحتها المخسرة في ثمنها التي ربما دمرت صاحبها، فهي تدخل في معنى الثوم، هي تدخل في معنى الثوم وأشد. الثوم له رائحة كريهة، هل يضر؟ ما يضر. طيب هذه السجارة رائحتها كريهة وتضر، رائحتها كريهة وتضر، فمن شرب الدخان هل يجوز له أن يحضر المسجد لصلاة الجماعة؟ أنس، نعم، لو هناك قوة وأمر من ولي الأمر قالوا له كما يقول الناس برا، نعم أخرج. لماذا ليس من أجل أن تمنع من الصلاة، بل الأذان دعاك إلى الصلاة والمسجد بني للصلاة، لكن من أجل هذه الرائحة الكريهة اجلس، من أجل هذه الرائحة الكريهة التي تلبست بها، التي تلبست بها. فالواجب عليه تركها، والواجب عليه أن يصلي في بيت الله، ومن شربها من أجل أن يتخلف عن الجماعة
فهذا آثم، كالذي يأكل ثوما وبصلا من أجل أن يتخلف عن الجماعة، هذا آثم، لكن الواجب عليه أن يتركها. إذا كان الثوم والبصل يعني أمر الصحابة أن يأكلوها في غير وقت الصلاة، أو أن يميتوها طبخا، فهذه من باب أولى. ابتلي الناس بالسجارة، ابتلوا بلاء عظيما، والواجب أن تحارب من الجميع، فلا يجوز للتجار بيعها، فبيعها من باب بيع الحرام، وثمنها حرام، وكسبها حرام، ولا يجوز للناس شربها، هي تضر بهم، تضر بصحتهم، تضر بقلوبهم، تضر بحناجرهم وبرئاتهم وبمجتمعاتهم، فضررها محقق، ضررها محقق. وفي دين الإسلام من القواعد العظام: لا ضرر ولا ضرار. فانصحوا للمدخنين بجد. نعم، أما لو كان لك ولد فأدبه، أدبه، فإن وجدت قاتا في فيه فنصيحتي لك أن تدخل إصبعك وأن تخرج القات من فيه، وقل له كخ، قل له كخ كخ. طيب، كما قال النبي للحسن وقد أدخل يده لإخراج التمرة، ماذا قال له؟ قال له كخ أو كخن كخن. أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ وإذا كانت السجارة فهل لك أن تطفئها على شفته؟ لا، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن لك أن تؤدبه بقوة، ليس بالأمر السهل. وإذا كبر فسيقول رحمك الله يا أبي. نعم، الآن يعني عرفت لماذا منعتني. الصغير هو لا يدري، يرى الكبير والصغير والتاجر والمسؤول ومن له مكانه يعاقرها ويشربها، يظن ان هؤلاء يتمتعون ويتغذون بهذه يعني السجاره الخبيثه. ذكرت لكم ذلكم الرجل، نعم رحمه الله، ان كان قد مات، كان كبيرا في السن، وحفظه إن كان حيا. هذا الرجل كان يحضر معنا قبل أظن 10 سنوات ربما أكثر، فقلت له اشرب الدخان مدعا؟ قال لا أعوذ بالله. لماذا؟ قال سأخبرك، أظن أخبرنا في المجموعة درس. قال كنت مع أبي ونظر إلي وقد أخذت الشمة ووضعتها خلف شفتي، فدعاني قال لي ما هذا؟ قلت له الشمة. قال فأثنى، أنت رجال وأنت بطل، تعال. قال أمنني حتى أمسك بي. قال وأخذ باطن شفتي وأخرج سكينة وقطع. قال فسال الدم فرأيت منظرا. قال مرة ثانية
أراك تعمل هذا العمل سأقطع الشفة من أساسها. قال وأقلعت. هذا فيه اعتداء، وليست التربية بهذه الصورة، لكن الشاهد إذا كان الأب حازما فبمجرد نظرة ربما أشعل نارا في صدر ولده، لكن الله يهديك، الله يهديك، هي ستضر بك، نصيحتي لك. هذه برود، هذا برود في النصيحة. نعم، هزه هزا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. قال وكذا ما في معناه، لو نظرت إلى مدمن للدخان لا تساءلت، هذا حداد؟ هذا ممن يحشون النار؟ ما عمله؟ هذا صائغ؟ فلو سألته لأجابك لست بحداد ولست بصائغ ولا أعمل في مجال النار، أنا مدخن. يا له من جواب يعني سافل. وهذا الحريق كله في ثيابك بسبب الدخان، إذا نظرت إليه ثوبه محروق، والذي نسميه الكوت محروق، والإزار محروق، والثياب الداخلية محروقة، وربما وصل الحال إلى الفرش، صح؟ إلى فرشه وبطانيته. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك، هذا نافخ للكير. فحذر الناس وبقوة، ولا تتساهلوا، ولا تحتقر النصيحة. ولو أوذيت وتكلم عليك فسيشكرك بعد أيام ويقول جزاك الله خيرا، نعم والله أنا بدأت بها أتدلع أمام الناس، أنا صحيح بدايتها دلع، ترى يضعها هنا وهنا وهناك، يرفع ويخفض وينفخ فوقا وتحتا ويمينا وشمالا، ويخرج الدخان من أنفه كشكمان السيارة. قال بعضه، قال كشكمان السيارة. على كل، هي خبيثة، وأي خبث فيها. الناس يا إخوان لا يعقلون وربي، أين عقولكم أيها المدخنون؟ ألا تقرؤون ما على العلبة؟ تحذير صحي، اقرأ. يعني الناس يقولون اقرأ، ذهبت عيناك، ما لك؟ تحذير صحي. وهذا التحذير ليس من مغص ولا يعني من التهاب في المعدة، تحذير قوي. الدخان سبب رئيسي لأمراض القلب والرئتين وتصلب الشرايين، المهمات. وماذا؟ والوفاة المبكرة، صحيح، الوفاة المبكرة. إذن أنا أسألكم، لو أن سارقا سرق الدخان هل يقطع، هل تقطع يده اليساري؟ لا تقطع. طيب سرقها وشربها، شرب الدخان، ها؟ كله حرام. فيقال الدخان ليس له حرمة المال، يسرق ويحرق ليس له حرمة. وبهذا أفتى علماء الإسلام كالشيخ محمد بن إبراهيم
رحمه الله تعالى. سبحان الله، شيش المعسلات وما المعسلات، الناس يشترون الأمراض بفلوسهم. مسكين إذا قرقرت عنده المداعة ظنها دبابة تطلق القذائف، كما قال البيحاني: مداعتي، نديمتي، أنيستي، في وحشتي، تقول في قرقارها: يا صاح خذني بالتي. هذا يعني الناس في جهل، عقول تحتاج إلى توعية من الكتاب والسنة، ومن ابتعد عن الكتاب والسنة لا يعرف مصلحة نفسه. احمد الله يا طلبة العلم، شخص ممن ابتلي قال: أنا أحسدكم وربي حتى على أسنانكم. قال: أسنانكم حلوة، طيب، لا سودة ولا مدمرة ولا مكسرة، طيب ما هو السبب؟ السبب ما في أكل لاقت ولا دخان ولا شرب دخان ولا شمة ولا مداعة. سبحان الله، ذكرت لكم أن شخصا يعني قبل فترة، هو عامل من العمال، فسئل: تخزن تشرب دخان مداعة؟ قال: لا. مالك؟ أظن كان لا يصلي لكن تركها. مالك؟ قال: كنت في مجمع من الناس، وكان عرسا كبيرا. قال: فدخلت بين الكبار، هو شاب، ونصبت المدائع، ومدت هذه الليات يسمونها، ما أدري يسمونها القصبات، هذه القصبة مدت 4-5 لهم حبة. قال: فخزن شخص بجانبي وشكله يعني لفاف، فمه كبير، قاته كثير، وما هناك نظافة. قال: فأخذ القصبة، قال: فشرب وكأنها من كثرة القات التي في فيه دخلت قطعة إلى القصبة. قال: وأعطاني. قال: فجئت فأخرجت ما بداخلتها إلى فمي. قال: فتغيرت نفسي وتقيأت على البور، على هذه القصبة وعلى الثياب والجيران. قال: فقلت: أتوب إلى الله. جيد، هذه دروس يستفاد منها. وللأسف الرجل اليمني في حالة يرثى له والله، يعني تراه عجبا الكيس القات وكيس الشمة وقفص الدخان والولاعة هذه أسوأ المناخير، تنظيف الأسنان وسكر نبات ومشروب الطاقة، هذا معبأ بالمتفجرات، هذا سيدمر نفسه، سينهي نفسه. من نظر إليه يحتار من أن يبدأ في نصيحته وإصلاحه، تجلى إلى زمن أعوج يابس لا يفقه ولا يعي، ويظن أنه مرتاح. نسأل الله السلام. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به، ولو تعلمون أيها المخزنون والمدخنون وأصحاب المدائع ما طلبة العلم فيه من الراحة
والله لجالدتموهم بالسيوف عليها كما قال بعضهم. سماع حديث، سماع آية في خير، حفاظ على الفرائض والنوافل، عصمة من الفتن، فاحمدوا ربكم. والعجيب أن المجانين إذا اختلت عقولهم يسلكون ماذا؟ يبحث عن مخلفات القات وكسر الدخان هكذا، ترى ما يبحث عن الطعام والشراب. ولو نظرت إلى مجنون ومجنون آخر يزعم أنه عاقل وفي الحقيقة هو مجنون من المخزنين، لو نظرت إليه في الرصيف وهو يأكل ويرمي بالمخلفات، فيأتي المجنون ويأكل، هذا مجنون وهذا مجنون. نعم، فجمعت هذه الشجرة وهذه السجارة بينهما، بين هذا وذاك. هناك بيت جميل ما أجمله، من يحفظه؟ ولست بالمدخني. أين طاها بهرم؟ تحفظه؟ ترون هذا البيت، أظن الأخ طه حفظه وهو في صف سادس، صح؟ صح؟ أو قبل. طيب، ولست بالمدخن في السر أو في العلن، لم أستبح إحراقيا بلا حياء ماليا، ولا أبيع صحتي وأشتري مضرتي، فكم صدور جرحا وكم رئات قرحا، والسرطان الهائج عنه كثيرا ينتج. بعد فكيف يا إخواني نرغب في الدخان؟ كيف نرغب فيه؟ الانتباه الانتباه، مليارات وملايين تحرق وتبذل من هؤلاء. فهذه نبتة خبيثة عجل الله بزوالها، اللهم أنزل عليها البرد في هذه الأيام. نعم يا إخوان، المسألة ما هي سهلة، والله ليست سهلة، خطيرة جدا جدا. إذا لم ينتبه اليمنيون فستنقلب اليمن إلى ساحة وحوش، ما في استيراد، الأراضي كلها أغلبها معظمها زرعت بهذه الشجرة. لو منعنا كيف سنعمل؟ كيف سنعمل بهذه الشجرة؟ الله المستعان. التنبيه على هذه الشجرة بين حين وآخر لضررها، وعلماء الإسلام لم يقصروا جزاهم الله خيرا، وقد نصحوا وبينوا. وهذا الباب فيه أمور وأمور، عجائب وغرائب، بعضهم ربما لو واصل حبة وراء حبة في قفص واحد ربما مات، شرب الحبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وقد ذكروا أن أخوين تقامرا، من يشرب الأكثر، فأحدهما مات، ما أدري في كم العدد، هل في قفص مات؟ هذا دمار، دمار عليك وعلى صحتك. ومن العجائب الآن أن النساء سلكن هذا المسلك، يخزننا ويدخننا ويشربن المداعة، الله المستعان.
يا أبا محمد، ليس معنى من حذر من القات أنه يبيح المخدرات. لا، المخدرات، الخمور، هذه الحبوب محرمة في دين الإسلام. فمعنى ذلك أننا نترك الخبائث بجميع أشكالها وألوانها والمحرمات، فهذه مضرة، والقات مصنف في المخدرات دوليا، هذه منظمة الصحة العالمية أدرجته في ضمن هذه الأمور. وعن الإنسان يدعو بقدر ما يستطيع، تقول الله ما استطعتم. ونعم، يعني هذه الأيام في تشجيع على غرس شجرة البن وما أشبه ذلك من الأشجار الطيبة النافعة، والتنفير من هذه الشجرة، والله المستعان. صحيح، بعضهم يعني تراه كأنه محشوب القات، نعم، يعني زراعة وبيع وأكل وشراء ومعاملات. حتى الأرض الآن فسدت في بعض الأماكن من كثرة الأسمدة والسموم، فسدت، تأتي تنظر إليها ترى على سطحها الحمرة، هكذا الحمرة من كثرة السموم التي تصب فيها. ويقولون السموم والأسمدة الجيدة الإسرائيلية التي تأتي من دولة اليهود، دمر الله عليها وأرانا فيهم عجائب قدرته. أخرجنا الثوم، والحديث نقرأه غدا إن شاء الله. إذا يعني رائحة الشم تخرج في العرق، سبحان الله، نعم سبحان الله. ها، والكلب الله خلقه والخنزير الله خلقه، فهذه ما هي حجة. لكن بماذا، ما بماذا يضرر لنفسه؟ وترون المجتمع فيه خير كبير يحتاج إلى رفق وإلى لين وإلى موعظة، موعظة حسنة، يحتاجون إلى صبر. وأنا متأكد بعضنا من الحاضرين كان من هذا الصنف، هكذا ولا لا؟ من الله عليه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فانصحوا بالتي هي أحسن، والانصدام يضر ولا ينفع.